الجيش الوطني الصحراوي والقطاعات السياسيه والعسكريه في الدوله الصحراويه وكذلك جماهير وكسار التي تستقبل هذه القاعه في هذه الاحتفاليه المباركه هذه الاحتفاليه التي يقوم مركزها الشعب الصحراوي طويلا 40 سنه من وجه الكفاح 40 سنه من مقالي علي جزاف في ظل الدوله الصحراويه المستقله ان شاء الله في ظل كذلك الانجازات والمكاسب التي يفتخر بها كل صحراوي الى مكانه كل الوطن كل وطن لا بديل لا بديل لا بديل لا بديل لا بديل لا بديل كل وطن كل وطن كل وطن إذن ومصري الأفاضل أيضا وكنت جماهير وكسيارة الجمهور الحاضر معنا منذ فعاليات هذه المطاعية بتلاوة النشيد الوطني نشيد الثورة الصحراوية نشيد الجبهة الشعبية بتحرير ساقي الحمراء والذهب ومطلوب الجميع من الكتران والوقوف لترديد النشيد الوطني نشيد الجبهة الشعبية لتحرير ساقي الحمراء والذهب وستوديه الفرقة الجوية للكسمارة الرفيق المستحيل. إلى جميع الوقوف والامتثال للنشيد الوطني وترديده على مسامع الفرقة الجوية وكذلك فرقة الموسيقى الجوية للسمارة إلى جميع رددنا الرفيق المستحيل نشيد الجبهة الشعبية لتحرير ساقية الحمراء.